وخلال مشاركته في مؤتمر إعلان نتائج التعداد العام للسكان على مستوى الجمهورية، وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الحكومة والجامعات للوقوف على البيانات الناتجة عن الإحصاء، مشيرا إلى أن الأرقام التي أظهرها الإحصاء بشأن زواج القاصرات لابد أن تسترعى انتباه الجميع. إحنا محتاجين كحكومة وكمجتمع يبقى في إلقاء للضوء أكتر على اللي تم طرحه، وأنا هقول مثال أو مثالين، وده محتاج مننا أفكار ومبادرات من خلال تشكيل لجنة عليا من الحكومة ومن الجامعات المصرية للوقوف على البيانات اللي إحنا تحصلنا عليها وعدد المتزوجات في سن الاثنى عشر، يعني الفتيات اللي تم زواجهم مش كده فن في سن الاثناشر حالتهم قد ايه في مصر؟ هو ما تقالش الرقم هنا وانا مش هتكلم فيه، لكن عايز اقول الرقم ده انا بتكلم كرقم مجمل دون التحديد اي حاله فرديه بعينها، لكن انا فوجئت ان العدد مش يسير مش بسيط. يعني بنت عندها 12 سنه يعني نحملها مسؤولية زواج وبيت وكلام من هذا القبيل. أنا بقولها كده بظروفها لمجتمعنا، انتبهوا لأولادكم وبناتكم، لأن أنا يؤلمني ذلك وأعتقد يؤلم أي إنسان عنده ضمير حقيقي.